السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة السابقون. زي ما قلت لك كل مرة، مش عايزين نقول يعني عايزين نكون مع السابقين ونحكي عن السابقين كأن بنحكي حكايات ألف ليلة وليلة، ونقول كان يا ما كان. أنا عايزك أنت تبقى من السابقين، وعايزك أنت تبقى من السابقين، عايزين كلنا يبقى من السابقين إلى الخيرات كما قسمه المولى عز وجل في الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ربنا ما يجعلناش منهم، ومنهم مقتصد برضو ما بنتمناش نكون منهم، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. شفت لما جاء عندي ذكر السابق بالخيرات قال إيه؟ قال بإذن الله، لأن أنت لو حبيت تعمل أي خير إنما الذي يوفقك لهذا الخير هو الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حتى عند التوبة، لما بتذنب تأكد إن أنت ما بتتوبش أصلا إلا إذا ربنا وفقك للتوبة. قال جل في علاه: ثم تاب عليهم ليتوب. يا الله، فربنا يرزقك بالتوبة، فتوب فيقبل توبتك. شفت قد إيه هو ودود ورحيم ليك؟ مين رب غيره سبحانه وتعالى؟ هو في أحن عليك من الله سبحانه وتعالى. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. يا الله، ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل، إن مفيش رحمة في الدنيا أرحم أو أعظم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. يمكن رحمة الأم بابنها الكبير جميلة، بس لا يمكن توصل أبدا لرحمتها بالطفل الصغير الذي لا حول له ولا قوة. أتنين تحس هي بشؤلي وحب وحنان، لأنه كائن ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فهي بتحس ان هو محتاج لها، وبتحس ان هو من غيرها ممكن يموت وممكن يضيع، فعشان كده هي بتحبه وبتحن عليه. فالله ارحم بكم من رحمه الام بطفلها رضيع. تعال نرجع لموضوعنا مع السابقون. السابقون هم ناس سبقوا، لكن في ناس لسه برضه عايزه تسبق، زي قول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. يبقى فمنهم من قضى نحبه، دول السابقون هم، ومنهم من ينتظر، في سابقين برضو، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ربنا يجعلنا وإياكم من هذه الثلة المباركة. في ناس صدقت في زمن الصحابة في عهد النبي عليه السلام، وفي ناس تانية برضو بتصدق، وما زال الصدق في هذه الأمة الميمونة المباركة. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم كالمطر، لا يدرى أولها خير أم آخرها. المهم إن احنا عايزين نقتدي بهؤلاء الصحب الكرام، وقبل ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا نشوف النهاردة الموضوع الجديد بالنسبة لموضوع علو الهمة، وإزاي إن الهمة دي تعلو، ازاي ان احنا يبقى عندنا همة عالية، وازاي الهمة دي ننميها ونعليها اكتر واكتر حتى نصل الى جنة الفردوس ان شاء الله جل وعلا. احنا النهاردة الحلقة رقم 5، وزي ما بنقول في كل مرة، النهاردة يعني 5 رمضان، يعني عدت 5 ليالي، والمولى عز وجل له عتقاء من النار في كل ليلة. يا ترى اتعتقت رقبتك في 5 اللي فاتوا؟ طب يا ترى هتتعتق في 25 اللي فاضلين؟ اقعد كده طول رمضان، طول ما انت عايش كده قول: يا رب عتقت رقبتي الليله دي. طب لو ما كنتش عتقتها الليله دي، اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم انك تعتق رقبتي في الليله دي. الليله دي بالذات يمكن ما اعيش لبكره يا رب، انا ما اضمنش اعيش، يا رب اعتق رقبتي. ما هو لو عتق رقبتك مره فلن ياسرك بالمره، هي دي المساله. ممكن تقول: طب ما ممكن يعتق رقبتي الليله دي وبعد كده بعد رمضان اعصى ربنا فاخش النار. اقول لك: ما تخافش، اطمئن، الكريم جل وعلا إذا أعطى الهدية فلن يرجع فيها أبدا، حاشا لله سبحانه وتعالى. زي ما النبي عليه قال لأهل بدر، قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأهل بدر ازدادوا طاعة بفضل الله سبحانه وتعالى، أن يتعلموا الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم حتى تتورم قدماه. وأمنا عائشة تقول له: يا رسول الله، يعني أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا يا عائشة؟ سبحان الله. فالصحابة تعلموا ده، أول ما نبقى لهم كده ما قالوش بس خلاص احنا الحمد لله ربنا غفر لنا فيبقى براحتنا بقى، أبدا أبدا، ازدادوا طاعة لله سبحانه وتعالى. لما النبي بشر 40 من الصحابة بجنة الرحمن، الناس عارفة 10 المبشرين
لا ده فيه 30 كمان مبشرين بالجنة بفضل الله. يعني مع دراستي في كتاب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لقيت إن فيه 40 صحابي بشروا بالجنة. اللي بشروا بالجنة دول قبل ما يبشروا بالجنة كانت حالهم عاملة إيه؟ وبعد ما بشروا بالجنة كان حالهم عمل إيه؟ اختلف؟ آه والله اختلف. اختلف لإيه؟ للأقل يعني خلاص ضمنوا الجنة وخلاص ورياح. أبدا، ازدادوا طاعة. ليه؟ ازدادوا شكرا للخالق جل جلاله. يا الله، شيء عجيب جدا. فاحنا النهارده عايزين بقى نشوف ازاي الهمه تعلو، ازاي ان احنا كل ما نزيد وكل ما الهمه تعلو ازاي ان احنا نعليها اكتر وما نكتفيش باي قدر. شوف، من اراد المنزله العليا في الجنه، يحفظ الكلام ده، من اراد المنزله العليا في الجنه فلا بد ان يكون في المنزله العليا في العباده وطلب العلم والدعوه الى الله، في الثلاث حاجات دولت تبقى في المنزله العليا. طول ما انت عايز، لا انا عايز درجه اعلى، طب خلاص خليك انت درجه اعلى، اللي هتقدمه هنا هتلاقيه هناك. قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه: للعبد بين يدي ربه جل وعلا موقفان، موقف في الصلاه وموقف يوم القيامه، فان احسن العبد وقوفه في الصلاه بين يدي الله احسن الله وقوفه يوم القيامه، وان اساء العبد في وقوفه بين يدي الله عز وجل في الصلاه خلاص يبقى ضيع نفسه دنيا واخره. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين ويجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. تعالوا نشوف النهارده جمله جميله جدا او جملتين هنبدا بيهم لقاء النهارده ونعيش من خلالهم مع لقاء النهارده. قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه، والامام ابن القيم صاحب الكلام القيم، اسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في موازين حسناته. قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه: لابد للسالك. مين السالك؟ السالك اللي عايز يوصل للفردوس الاعلى، اللي عايز يوصل للجنه، اللي عايز ربنا يرضى عنه. لابد للسالك من همه تسيره وترقيه. خد بالك، هقول لك الجمله ونعيش معها بقى شويه. بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لابد للسالك من همه تسيره تمشيه وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. كلام عالي قوي، كلام عالي جدا جدا. شوف بقى المعاني الجميله دي لو عشتها هتحس بقد ايه علو الهمه ده شيء عظيم جدا. احنا طبعا ابتداء من الحلقه اللي جايه ان احيانا الله عز وجل هنبتدي بقى نتعايش بقى مع الامثله الجميله بقى في علو الهمه عند الشباب وعند الشيوخ وعند النساء وعند الصبيان، وعلو الهمه في مجالات مختلفه في التوكل والحياء وفي الصبر وفي الرضا. علو همة في حاجات كتيرة جدا عايزين نعيشها في حياتنا عشان تتحول حياتنا إلى نموذج عالي جدا للإنسان المسلم اللي عايش وهو في حياته قدوة للبشرية كلها. قال جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. احنا أفضل أمة يا جماعة، أفضل أمة، أفضل أمة بلا منازع، بلا منازع بجد. ده مش كلامي، اوعى تقول ده متحيز بقى لا 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 لا، ده كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. اسمع كلام ربك جل وعلا. قال جل في علاه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. للناس مش لنفسنا بس، لا للدنيا كلها. دعوتنا عالمية يا جماعة، دعوتنا دي لازم توصل لكل، وهتوصل إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. مفيش بيت على وجه الأرض كلها، وعلى فكرة ده لسه ما حصلش لا في زمن النبي ولا في زمن الصحابة ولا التابعين، لسه هيحصل في الزمن اللي جاي. ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفرة وأهله. سبحان الملك، هيوصل الإسلام لكل بقاع الأرض، هيوصل الإسلام لكل بقاع الأرض. وكما قال الربيعي بن عامر رحمه الله رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله رحمة واسعة، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الأعرابي البسيط لما دخل على رستم قائد جيوش الفرس، دخل على القصر بتاعه بقى بالدباج والحرير والذهب والالماظ وشيء فوق الخيال. فلما دخل قال له رستم: من انتم؟ وما الذي جاء بكم الى هنا؟ وضح له وظيفه المسلم كله في كلمات بسيطه جدا، جمعت كل وظيفه المسلم وحياته في كلمات بسيطه. قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. أظن الكلام واضح جدا جدا، خد بالك. ويقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس.
قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة. ده مشهد من مشاهد يوم القيامة، هتشوف إن شاء الله. يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه جل وعلا: يا نوح، هل بلغت رسالتك؟ سيدنا نوح يا جماعة اللي دعا 950 سنة، ألف عام، ألف يعني ألف عام إلا 50 سنة، تخيلوا 950 سنة دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، لم يفطر عن دعوتهم أبدا، ومع ذلك في 950 سنة دولت على روايتين، بعض الروايات بتقول إن هو أسلم على إيديه 13 واحد، وبعض الروايات بتقول 80، يعني قول 80، 80 في 950 سنة، يا الله إيه الصبر ده كله. عشان كده يضرب بيه المثل صبر نوح عليه السلام في الدعوة 950 سنة. النهاردة يعني لو داعية راح مسجد وقعد يدى درسين ثلاثة ولقى الناس ما بتستجبش، يلم العدة ويمشي على طول في ساعتها، يعني بيزهق بسرعة. لا، شوف سيدنا نوح ضرب مثل عجيب، ولم يفت ولم يسكت عن الدعوة إلا لما جاءه أمر المولى عز وجل. يعني قال جل وعلا: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، خلاص. سبحان الملك، سيدنا نوح 950 سنة، ورغم ذلك المولى عز وجل وهو أعلم جل وعلا فبيقول له: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا ربي. فيسأل ربنا جل وعلا قوم نوح: هل بلغكم نوح رسالته؟ قالوا: ما جاءنا من، والله ما شفنا، احنا هنخبي يعني، ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير. يعني شوف لدرجة يعني كانوا بيقولوا نوح قدامكم عليه السلام شفتوه؟ والله ما شفناه ولا حتى جنة أبدا، يعني واخد بالك، ما جاءنا من بشير ولا جاءنا من نذير. فقال جل وعلا: يا نوح أنكرت أمتك، خلاص بقى، من يشهد لك يا نوح؟ هو ده الشاهد بقى، من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح عليه السلام، عارفين يقول إيه؟ قال: يشهد لي محمد وأمته. يا الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يشهد لي محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون الأمة فتشهدون يعني لنوح، وأشهد عليكم، فذلك قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمتنا يا جماعة يوم القيامة، احنا الأمم كم أمة منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، هي كم أمة بالضبط؟ ورد فيها حديث صحيح؟ أي نعم، ورد فيها حديث صحيحة. أمتنا كم أمة؟ الأمم دي كم أمة؟ 70 أمة. احنا الأمة رقم كم؟ رقم 70. تصدق الكلام ده؟ كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون يوم القيامة 70 أمة، أنتم أكرمها وأعزها على الله عز وجل. تخيل بقى، إحنا أعظم وأعز أمة عند الله سبحانه وتعالى، أنتم أكرمها وأعزها على الله عز وجل. الأمم دي كلها 70 أمة، آخرها أمة النبي عليه السلام. لما نيجي نخش الجنة إن شاء الله، إحنا بالنسبة لهم النسبة والتناسب، هنبقى قد ايه في الجنة؟ تخيل بقى كده 70 أمة هيخشوا الجنة أو هتخش بعضهم الجنة، بالله عليك تتقسم ازاي؟ تقول لي يعني ممكن من كل أمة شوية، ياخد بالك؟ اللي هيخشوا الجنة يعني ربنا يعني إيه؟ اللي هم عملوا عمل يرضي به ربنا سبحانه وتعالى. طيب، لا تتخيل بقى حاجة ويمكن ما تصدقهاش، تخيل إن أمتنا تلتين أهل الجنة. يا شيخ محمود قول كلام، والله العظيم تلتين أهل الجنة. طب اديني الدليل زي ما عودتنا. حاضر، بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا، خد بالك، 120 صفا، 80 منها من أمتي و40 من سائر الأمم. يعني 120 صف، طبعا مش صف صغير كده زي صفوف، لا لا، صف بقى ما شاء الله يعني، فاهم ازاي؟ فإيه 80 صف من صفوف الجنة دي كلها من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، و40 صف تتوزع على 69 أمة. عرفت بقى قد إيه الأمة دي عزيزة؟ عرفت قد إيه الأمة دي غالية على ربنا سبحانه وتعالى؟ ده كفاية إن من ضمنهم بس 70,000 يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فاستزدت ربي، في رواية فزادني مع كل واحد 70,000، وفي رواية تانية: فزادني مع كل 1000 70,000 و3 حثيات من حثيات ربي. كل دول يخشوا الجنة بفضل الله بلا حساب ولا عذاب. يا الله، لك أن تتخيل بقى هذا، عظمة عظمة أن أنت بتنتسب لهذه الأمة المحمدية. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبي. ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف كلمات الجميلة اللي قالها الإمام ابن القيم. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة:
لا بد للسالك من همة تسيره، مش كفاية، وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. نشرح الكلمتين دول في الحالة ديت. لا بد للسالك، السالك ده الإنسان اللي ماشي في طريق ربنا، الإنسان اللي ماشي في طريق الجنة، اللي ماشي خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد للسالك من ايه؟ من همه. الهمه دي على حسب بقى قوه الهمه بتاعتك. همتك ايه؟ ربنا يرضى عني واعمر الكون واخدم بلدي واربي ولادي واكرم زوجتي واعمل واسوي، فاهم ازاي؟ واوصل الفردوس الاعلى واكون في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه. انا همتي ما توصلنيش لاقل من كده. طب ما انت محتاج بقى ان انت طول ما انت ماشي تعلي الفولت شويه شويتين وتعلى تاني، وما تقفش وما تثبتش على، لان الايمان يا جماعه ما بيثبتش. الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه او بالغفله عن طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحديث اللي رواه مسلم لما حنظله قابل سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ قال له نافق حنظله. قال له كيف ذلك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنه والنار فكأننا راي عين، كاننا شايفين الجنه والنار بعينينا. فإذا ما خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأزواج والأولاد والضاعات ذهب ما نجد. فقال أبو بكر أو أنك لا تجد ذلك؟ قال أجل. قال وأنا برضو والله نفس الحكاية. كأن أبو بكر عايز يقول نافق أبو بكر. تخيل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عايز يقول عن نفسه أنه هو برضو نفس الحكاية يعني. فالاثنين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخلوا على النبي عليه السلام، النبي عليه الصلاه والسلام شاف حنظله لقاه مضطرب كده. لقاه مضطرب كده. ما بك يا حنظله؟ قال يا رسول الله نافق حنظله. قال وما ذاك؟ شوف بقى صلى الله عليه وسلم قال وما ذاك؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ قال نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنه والنار فكأن راي عين، فاذا ما خرجنا من عندك عفسنا الازواج والاولاد والضيعات ذهب ما نجد. فالنبي عليه الصلاه والسلام وضح له بقى المنهج. قال لو انكم تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. طبعا في ناس فهمت الحديث ده غلط، فشغالة زي بيك بن يقطع ويشتغل ساعة ويقعد ساعة، يقول لك ساعة ربك وساعة لقلبك، وساعة ربك ما بيجيش أبدا، يفضل ليل ونهار أكل وشرب وتمثيلات وأفلام ومسرحيات وجري ومصايف وده، وأول ما يسمع الله أكبر ولا كأن الأذان ده ليه خالص ولا كأن النداء ده ليه خالص بمر، واخد بالك؟ ساعة القلب صعب، لا ده حياتك كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين إيه معناها؟ أنا بقول وأنا أول، وأنت بتقول وأنا أول، وأنت بتقولي وأنا أول، الله، يبقى في تسابق. مش ربنا قال كده؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحق خش مضمار السباق، اقف دلوقتي، استعد، استنى بس صفارة الانطلاق وانطلق، اجري كانك داخل سباق 100 متر. انت عارف اللي داخل سباق 5 كيلو 10 كيلو ده ممكن ياكل شويه ويستريح شويه وينام شويه ويجري شويه، لسه المسافه قدامه كبيره، انما 100 متر ما عنديش وقت ابص يمين ولا شمال. اجري والحق، خش يلا في السباق، اشتغل. قدامك جنة عرضها السماوات والأرض ما فيش فيها لا شقاء ولا جوع ولا عطش ولا مرض ولا عجز ولا ضيق ولا تعب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا رياء ولا نفاق ولا ظلم، ما فيش أي حاجة خالص. كل اللي فيها جميل، كل ما فيها جميل، لأن الذي أعدها الملك. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى لابد للسالك من همة. همة يا جماعة، همة تسيره تمشي. اول ما تمشي عامل زي ايه؟ عارف التوريس بتاعت العربيه اللي هي فيها الفتيس بتاع اربع نقلات ولا خمسه؟ اول فتيس بيبقى الترس بتاعه ضخم جدا. ليه؟ عشان هو ده اللي بيحمل العربيه انها تبتدي تتحرك، لكن حركته بطيئه بس قويه، فاهم ازاي؟ ابتدي بطيء شويه ماشي، بس تبقى قوي وثابت وراسخ، فاهم ازاي؟ من همه تسيره. الترس الاولاني خلاص اشتغل، فاهم ازاي؟ راح على طول ما سكتش بقى، راح ناقل على ايه؟ على التاني، والا الموتور هيفوت. وراح ناقل على التاني، التاني ايه؟ يعني اضعف شويه بس ايه؟ اسرع، فاهم ازاي؟ التالت، الرابع، الخامس، ده على اخر سرعه. سواء اجيب مرشدين لحسن كده هترجع ورا؟ لا، انا عايزك ايه؟ تفضل ماشي. هيجي عليك اوقات هتنور، هتلاقي نفسك ايه؟ عندك فطور. لما تلاقي عندك فطور اسحب بقى الناس ايه؟ اللي بتجري. فلما تبص للي بيجري تجري معاه. ما هو شوف، خد بالك، هتصاحب واحد بيصلي الفجر هتقوم انت تصلي قيام الليل. ليه؟ لانه بيحفزك.
اه بيصلي الفجر. طب ما اصلي الفجر معاه وكمان ازود قيام الليل، هتصاحب واحد لا بيصلي ولا ليه علاقه بربنا، هتبقى زيه. الصاحب ساحب، لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. ده كلام حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. يا لابد ايه للسالك من همه تسيره، مشيت خلاص اوعى تقف مكانك، ما تكتفيش بكده تقول الحمد لله انا احسن من غيري، وما تبصش لاقل منك، لا في امر الدين بص للاعلى منك، طب في امر الدنيا بص للاقل منك. خد بالك ليه؟ فانه عسى الا تزدادوا نعمه الله عليكم. ربنا كرمك بعربيه فيت، فاهم ازاي؟ الحمد لله رضا، بثلاث عجلات زي الفل، جميل قوي، عندك فيس بقى زي عسل ما شاء الله قمر، فاهم ازاي؟ انما بقى تقعد تبص اللي عنده شبح، مش انت ماشي وهو ماشي، مش انت بتوصل وانت الاثنين بتقفوا في شارع واحده، واخد بالك؟ انما في امر الدين لا، ما تقش ان تحمل ان حد احسن منه في الدين، بس في الدين مش معنى كده تحقد عليه، لا، انما تغبطه تغبطه، تتمنى ما عنده ان يكون عندك مثل ما عنده، دون تمني زوال ما عنده. واحد حافظ 20 جزء، يا رب ارزقني زيه او احسن منه، انما ما تقولش يا رب تسير القران. يعني انت عارف في ناس كده، يعني ايه، في ناس صعبه، في ناس لا تتمنى الخير لا لنفسها ولا لغيرها. وده بيفكرني باثنين كان محكوم عليهم بالاعدام، فواحد فيهم طيب جدا وابن حلال، بس يعني وقع في مشكله يعني في عمل القضيه دي فهيتعدم، والتاني بعيد عنك بؤره نكد، ربنا يعافينا ويعافيك. فجو الراجل بقى في اللي بينفذ حكم الاعدام، جه الاولاني الطيب ده قال له امنيتك ايه قبل ما تتعدم؟ قال له يعني ممكن تنفذ لي امنيتك؟ قال له طبعا انا امرت ان انا انفذ لك امنيتك. قال له طيب انا امنيه حياتي ان انا يعني قبل ما اموت كده اشوف امي. قال له طب خلاص. فراح للتاني اللي هو بؤره نكد ده، قال له انت تتمنى ايه قبل ما تموت؟ قال له اتمنى ان هو ما يشوفش امه. يعني بالك تقول لي هو خسران ايه ما تعرفش، بس هو في ناس كده يعني، ربنا يعافينا ويعافيك. الشاهد في الموضوع يبقى لابد ايه؟ لابد للسالك من همه تسيره وترقيه. مشيت يلا كمل اطلع، الحمد لله بدات تعمل ايه؟ الحمد لله بدات خدمت جزء عام، طب اللي بعده تبارك قد سمع، خش يلا من اول البقره كمل، فاهم ازاي؟ يلا ايه؟ مع القراءه قران تفسير، ومع التفسير قيام ليل، صلوا قيام ليل عشان القران يثبت، فاهم ازاي؟ طلب علم، روح الزم شيخ من المشايخ وتعلم على الاداء، دعوه الى الله سبحانه وتعالى، بر الوالدين، بوس ايد امك وابوك صالحهم، اكرمهم، فاهم ازاي؟ يلا اتجوز عشان سنه النبي عليه السلام، يلا خلف عشان اولادي يعبدوا ربنا، يلا ارتقي. كل يوم لازم يكون في حاجه جديده في حياتك كمؤمن. انت بنفسك في امور الدنيا تقول نفسي في كل يوم اتنقل من لذه للذه. طب ما زي ما انت عايز تتنقل في الدنيا من لذه للذه، ما انت في الجنه عايز تنتقل من درجه لاعلى، وده مش هيكون الا بقربك من ربنا والا بعبادتك لله سبحانه وتعالى. لابد للسالك من همه تسيره، مش كفايه، وترقيه. ابدا بقى ترقى. الحمد لله النهارده ربنا اكرمني والحمد لله، وخد بالك بقى قليل دائم خير من كثير منقطع، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله، حديث في الصحيحين، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، وان قل. ابدا بقليل مش مشكله. هتقولي ده لسه قدامي كتير عقبال ما اطلب، يا عم ربنا يبارك فيك، بس ابدا، بس ابدا وربنا يكرمك ان شاء الله وهتوصل لكل اللي انت عايزه، بس ابدا ابدا وانطلق. يبقى لابد للسالك من همه تسيره وترقيه، هي دي الهمه اللي احنا بنتكلم عنها. ان انت بقى عندك همه ان رمضان السنه دي مش ممكن يبقى زي اي رمضان، لازم يبقى رمضان تاني خالص مميز، لازم استقبله استقبال جديد خالص يا جماعه، ما ينفعش زي كل سنه بستقبله يعني بفطور ومش عارف ايه، او مثلا بستقبله باقبال في اول 10 ايام بعد كده يحصل بقى نوم وفطور وكان، لا 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 لا، من اوله لاخره 30 يوم عباده عشان اوصل لليله القدر، عشان قبل ده كله اوصل لمرضات الله سبحانه وتعالى، ان ربنا يرضى عني. هو لو ربنا رضى عنك هيغنمك ليله القدر، هيعتق رقبتك من النار، هيدخلك الجنه، هيخليك في صحبه النبي، هينعم عليك باعظم نعمه وهي النظر الى وجه الله. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، للذين احسنوا الحسنى وزياده. يبقى لابد للسالك من همه تسيره وتلقيه، خد بالك بقى، ومن علم يبصره ويهديه. اصل لو سلكت الطريق دوت من غير علم هتضيع. هتيجي بقى تخش كده بحماس تقول بس الحمد لله احب ربنا والله احب الصلاه وان شاء الله اصلي الظهر النهارده ان شاء الله 48 ركعه زياده الخير خيرين، يا عم ايه المشكله؟ ده ربنا يا اخي كريم يا اخي ويا مداني سبحان الله، الله اكبر ان صلاه الظهر 48 ركعه ولا هتقبل منك ولا ركعه. ليه؟ ما هو النبي قال صلوا كما رايتموني اصلي. طب ليه 48؟ طب هو 48 انا بعمل معصيه؟ اه في ناس تقول لك كده،
هو انا بعمل معصيه؟ ده انا بصلي يا عم، انا بسجد لربنا وببكي وكده، فازاي اقول لك برضه ما يقبلش؟ ليه؟ لابد ان يكون العمل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرطين لقبول العمل: اخلاص ومتابعه. اخلاص بعمل عمل لمين؟ لما وكيف؟ عملته ليه؟ لله. يبقى يقبل. فاهم ازاي؟ طب كان على هدي رسول الله ولا كان ابتدعت فيه؟ ابتدعت ما يقبلش. خدت بالك؟ لابد من اخلاص ومتابعه. عملته ابتغاء مرضات الله وعلى هدي رسول الله. صلوا كما رايتموني اصلي، خذوا عني مناسككم. يبقى لابد للسالك من همه تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. طول ما بتتعلم، طول ما انت بتبذل الجهد في ان انت تتعلم كيف تعبد الله، في يا جماعه علوم دي فرض عين على كل مسلم. تعلم فقه الطهاره، فقه الصلاه، مش بتصلي؟ ما لازم تتعلم، هتصلي ازاي؟ دخل عليك رمضان، فقه الصيام ده فرض عين عليك. عندك فلوس هتزكي، ده عايز تتعلم فقه الزكاه، ده فرض عين. هتحج يبقى تتعلم فقه الحج، ده فرض عين. هتتجوز لازم تتعلم فقه النكاح، ولا هتتجوز وانت ما انتش عارف الجواز ده يعني ايه وضعه، بتطلق مش عارف بتطلق ازاي. لازم تنظم حياتك وتعيش دينك بما يرضي الله سبحانه وتعالى وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم ان تفاوت الناس ودرجات الناس بتفاوت الهمم. بنقول يا جماعه الهمه دي رزق، رزق ربنا بيسوقه اليك. هنكمل الموضوع ان شاء الله الحلقه اللي جايه ان شاء الله، انتظرونا غدا ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم مع اهل الهمم واهل القمم، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع اصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.